وليد. صحة شريبتك، صحة شريبتكم الكل المستمعية راديو ميد، صحة شريبة تورس الكل. خلنا في 15 يوم الثانيين رمضان في صفيصة يتعدى، وبالمناسبة ذي دعوة للفطارة مش أقول لهم سيم وراء رمضان في صفيصة يتعدى. ديجا طعم في قهوة أنت ظاهر فيك أي قاعد في قهوة. صح عليك يعيش. تفرجتوا من بعد خرجت ولا كيفاش؟ أي تفرجت وخرجت. فاش نتفرج؟ والله صرت ما باش نتفرج في اللي ليك لي السلسله اللي شاركت فيها انا ان بتي رول معناتها وكمريت وصداء العباد الكل معناتها بوختان ان بتي رول مي جي ماركي معناتها لا بريزونس وقعدت بريزونس حلوه برشا. وبيان سور تفرج شويه في علي شورب بيان سور باش نبر شويه، ماكم تعرفوني انا كيما استانست شويه نبر شويه. دونك باش نبر شويه تفرجت علي شورب وتفرجت في بيان سور سيرتينمون ديريك ملك هذا بحكم العائله الكلهم يحبوا ديريك ملك. دونك من كل حاجه شويه تفرجت برشا زابيت الحقيقه. زابيت باهي. نبداو باللي ليك ليك وليد، اللي ليك ليك واللي خاطيك خاطيك. انت شنو اللي ليك وشنو اللي خاطيك؟ والله ساعة هي ملا صدفة تنجم تقول صدفة تنجم تقول، خاطر أنا قبلها بشهر خرجت غناية وكليب فيديو اسمه اللي ليك ليك. إي والغناية متاعي تقول اللي ليك ليك واللي خطيك خطيك واللي في وجهك يضحك في ظهرك بيك وعليك. يا أخي من بعد طغلة سويت جات السلسلة هذية اللي مشكور المخرج قيس قير خمم في وليد النادي وأعطاني أمتي غول. الحقيقة أنا معناتها مانيش ضد الأدوار الصغيرة ولكن ضد الادوار اللي ما تعطينيش اضافه. باهي شوف اذا كان هو الاسم، سامحني نقص على حديثك يا وليد، اذا كان هو الاسم ما خلينا نقولوا تاخذ من غنيتك مال الاسم؟ لا ما تاخذش من غنيتي انا، فاجئوني الحقيقه باسم خاطر هو كان وقت اللي صورت انا لي دو بروميي جور دو تورناج نتاعي اللي صورت فيهم كان اسمه تركا. السلسلة كانت اسمها تركة. ومن بعد باغ لا سويت بيان سور بعد المونتاج وبعد الميكساج وبعد معناتها الفينيسيون الاخرانيين نتاع التصوير بدلوا له الاسم ولا اللي ليك ليك، ولكن معناتها عادي بالنسبه لي انا. حتى كان خذاو الفكره نتاع الغنايه نتاعي ولا اسم الغنايه نتاعي ما يقلقش. علاش ما تعملتش؟ اي تفضل. ابخي تو معناتها ابخي تو هذا عمل في رمضان ومختلف على الكليب نتاعي ومختلف على موضوع الغنايه نتاعي. دونك ما يقلقنيش لو كان ياخذوا تيتر.